الوقفة التي يحضرها آلاف من الممرضين وتقنية الصحة أمام البرلمان هي واحد شكل من أشكال نضالية كان مسطرة في البلاغ الوطني الأخير للنقد المستقل الصادر ب 1 أبريل 2023 اللي كان ديجا مسطرة في واحد الوقفات جهوية اللي تم التنفيذ ديالها يوم 18 ابريل. دابا هذا هو الشكل الاحتجاجي الاول. هذه الوقفه اداره متزامنه مع واحد الاضراب وطني اللي كيشمل جميع المصالح وجميع المراكز الصحيه وجميع المصالح الاستشفائيه ما عدا المستعجلات والولاده والانعاش اللي هي واحد المصالح الحيويه كنحاولوا ما امكن ايفيتيوها من الاضراب. نتمنوا ما نوصلوش واحد في شي وقيته. هذه الاشكال النضاليه كامله جات للمطالبه بواحد المطلب وحيد واوحد اللي هو العداله الاجريه. ملي كنتكلموا على العداله الاجريه للممرضين وتقنيه الصحه فراه كنتكلموا على الانصاف في تعويض الاخطار، كنطلبوا على الانصاف في ايضا الانصاف في الاعباء التمريضيه اللي هي واحد مجموعه واحد واحد المكونات للراتب الممرض اللي خص يتم الانصاف فيهم. علاش؟ باش يتنفذ واحد الوعد الانتخابي اللي كان تبناه هذا الحزب الحاكم او الحزب المترئيس للحكومه اليوم كان في الانتخابات كيقول انه يجب رفع اجره الممرض الى 8000 درهم. اليوم بعد مرور قرابه سنتين هذا الوعد الانتخابي ما كاينش وما لم ينفذ ولا حديث عنه الا احيانا لجبر الخاطر. حنا بغينا واحد الاراده فعليه ونطالب واحد الاراده فعليه وواحد الحوار اجتماعي فعلي اللي تكون فيها تلبيه المطالب الممرضين بتقنيه الصحه اللي اول والاوائل ديالها هما هادو. دونك يجب الانصاف، يجب انصاف الممرضين وتقنيه الصحه. علاش؟ باش ايضا ملي كتوفي هذه الحكومه بالوعد ديالها نقدروا نقولوا انه كاين واحد السلم الاجتماعي، اما ما دون ذلك فيستمر الاحتقان الى يومنا هذا. الحدود الساعه الاضراب بالاحصائيات اللي عندنا واصل لما يزيد 70% ومازال كنحسوا اقاليم مازال ما وصلنالهاش. دونك يعني راه القطاع الصحي يعاني، حنا مرغمون وفي هذه النقطه بالذات كنقول للمواطن لكن الله يا مواطن حنا مرغمين لاننا ما كنخوضوا الاضراب الا كنوصلوا واحد ليطاب اللي ما كنبغيوش، ما كنبغيوش نسدوا المراكز الصحيه. دابا الحدود الساعه كيتسد المراكز الصحيه عندها دلاله وحده هو ان الممرض هو اللي فتح هذه المراكز الصحيه، عندها دلاله وحده هو ان الممرض هو اللي كيشتغل في هذه المراكز. دونك لي زوبيتو اللي حد الساعه لا بليبار ديال المغرب راهم شبه فارغه. دونك يجب على الحكومه وعلى الوزاره فارغه من الممرضين وتقني الصحه ولا تقدم خدمات صحيه للمواطن. دونك الممرض هو اللي يقدم خدمات صحيه للمواطن. يعني يجب الاعتراف ويجب انصاف الممرضين وتقني الصحه عبر انصافهم في العداله الاجريه. وشكرا. اليوم احنا كنقابه مستقله للممرضين وتقنيه الصحه كنخلدوا الذكرى السنويه لتوقيع اتفاق المهزله اللي توقع السنه الماضيه 24 فبراير. هذا الاتفاق هذا بموجب ديالو تم مراجعه يعني جميع يعني لا سيتياسيون ديال جميع المزاولين داخل قطاع الصحه ما عدا الممرض. هنا كنهنئ مناسبه اخرى كنهنئ بها زملائنا الاطباء على استجابه المطلب ديال 500 بجميع تعويضاته، كذلك زملائنا الاداريين والتقنيين اللي تم استجابه المطلب ديال اعاده نظر في التعويض على الاخطار المهنيه كنهنئهم يستحقون هذه التعويضات هذه. ولكن السؤال المطروح هو اين الممرض؟ حنا كنقابه مستقله للممرضين وتقنيه الصحه يعني ما خرجناش محطه نضاليه قويه فتره الكوفيد لان كان عندنا اهم واحد هو التضحيه والعمل الجاد والمستمر قدام هذه التضحيه هذه. الجميع اعترف بمجهودات ديال الممرضين وتقنيه الصحه بدايه من وزير الصحه، رئيس الحكومه، يعني الفاعلين الجمعويين، النقابيين، الحزبيين، الجميع كان يخرج للشارع والاعلام يشيد بالدور الطلائع الذي يقوم به الممرض وتقنيه الصحه. ولكن بعد جائحه كوفيد حنا كممرضين الان نتساءل فين هي هذاك الشكر؟ فين هما ذوك التهاني؟ واش الممرض وتقنيه الصحه ينتظر فقط الشكر والتهاني؟ الممرض ينتظر اكثر من ذلك، ينتظر الوفاء بالوعود، الوفاء بالالتزامات. وهنا اذكر الوعد الانتخابي ديال رئيس الحكومه اثناء الحمله الانتخابيه ديالو اللي عن طريق الحزب التجمع الوطني الاحرار وعد الممرضين وتقنيه الصحه انه غادي يعني غيحقق لهم العداله الاجريه. في ظل الغلاء الممرض يتساءل واش هذا الممرض ليس يعني عنصر اساسي ودعامه رئيسيه في المنظومه الصحيه. اذا داخل فتره الكوفيد الجميع يتحدث على ان الممرض هو العمود الفقري ديال المنظومه الصحيه. اذا هل هذا العمود الفقري لا يحتاج الى العرفان الفعلي ماشي بالهضره؟
العلف الفعلي يمر اساسا عبر العداله الاجريه ديال الممرضين وتقني الصحه. لا يسعني الا انني نذكر بالمطالب يعني الغير ماديه، منها انصاف يعني كذلك المصنف لكفاءه المهن، الهيئه الوطنيه للممرضين وتقني الصحه، اعاده النظر في نسق الترقيه. هادو مطالب نعم، ولكن هاد الممرضين اللي كتشوفوا اليوم المطلب الاول ديالهم هو العداله الاجريه. من هذا المنبر اخاطب وزير الصحه، من هذا المنبر اخاطب رئيس الحكومه، المرجو يعني الالتزام بوعودكم والوفاء للممرض المغربي. تنفذ النقابه وقفه احتجاجيه يوم 11 ابريل، وفي نفس الوقت هو يوم اضراب وطني للممرضين بالمغرب. هذا الاضراب جاء ردا على سياسه التهميش التي طالت الممرضين وتقني الصحه ابان اتفاق المهزله، اتفاق 24 فبراير الذي وقعته النقابات المركزيه مع الحكومه. هذا الاتفاق لم يكن منصفا للممرضين، بحيث ان ثلثي الممرضين لم يستفيدوا من هذا الاتفاق. هذا الرد هو عباره عن شكل نضالي يطالب اولا بالعداله الاجريه للممرضين. هذه المهنه مهنه التمريض طالها التهميش، حاليا تعاني من مجموعه من الاكراهات، من بين هذه الاكراهات التعاقد. نرفض التعاقد جملة وتفصيلا، وهذا التعاقد طال مؤخرا أحد طلبات العروض بمدينة طنجة، والذي أثار ضجة وطنية، بحيث أسندت مهام التخدير والإنعاش إلى شركة عن طريق صفقة بنظام المناولة، بحيث أرادت الإدارة أن تقوم بإدماج هذه الفئة وهي فئة التقنيين في تخدير الإنعاش حاصلين على دبلومات خاصة عن طريق المناولة. هذا النظام المناولة سوف يكرس للهشاشة داخل القطاع، وسوف يخلف مجموعة من الإكراهات. إذن هذه دعوة للوزارة الصحة، وزارة الوصية والحكومة، من أجل الانكباب الفعلي لحلحلة مشاكل الممرضين وتقني الصحة بالمغرب. بالإضافة إلى هناك مشكل الهجرة، هجرة الأطر الصحية إلى آخره. إذن من واجب الحكومة العمل على حل المشاكل العالقة لهذه الفئة، والتي طالها التهميش والإهمال لسنين عديدة. نتمنى من الحكومة والوزارة الوصية أن تنكب فعليا على حالة هذه المشاكل، لأن المسلسل النضالي لا زال مستمرا بعد الوقفة الوطنية اليوم وبعد الإضراب، لا زال المسلسل مفتوح إن شاء الله. الوقفة اللي دعت لها النقابة المستقلة الممرضين وتقني الصحة بالمغرب 11 ماي أمام قبة البرلمان، كتجي مجموعة من التماطلات وسياسة الأذان الصماء التي تنهجها الوزارة بمعية الحكومة. الحكومة كانت عطات وعد انتخابي بأن الأجرة الشهرية ديال الممرض بداية الخدمة لا تقل عن 8000 درهم. السؤال الذي يطرح نفسه في المرحلة الآنية، هل هذا وعد انتخابي أم التزام حكومي؟ إذا الكرة في الملعب ديال وزارة الصحة مع السيد رئيس الحكومة باش يجاوبنا على هذا السؤال، في ظل مجموعة من التماطلات ومجموعة من القوانين التي اتت على جميع حقوق الممرضين. نخص بالذكر قانون جوج 17535 كان فيه حيف وظلم مجموعه من الممرضين، نضاف ليه قانون مرسوم 24 جوز 2022، في حين ان ورش الملكي لانزال الحمايه الاجتماعيه كيطلب الاهتمام بالعامل البشري اكثر منه بنايات ولوجيستيك.